فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تغيير ترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تغيير الترتيب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد إلى قوله الماء والبرد والثلج، تقديم وتأخير؟ لا بأس، تقديم والتأخير لا بأس. وجمع هذه أنواع المطهرات، هذه أنواع المطهرات بالماء والثلج والبرد، هذه أنواع المطهرات كلها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.